إن كان للوديان حلاوة فلوادي الحلو نصيب وافر، ينساب الماء في أرجائه فيمكث تارة وأخرى يسافر، يسقي الزرع والضرع وبحسنه وبهائه يسر الناظر. طريق ينساب بدلال بين الأشجار والأزهار والجبال، ينبئ الزائر بما سيراه من حسن وجمال، والجمال لا يفضي إلا إلى الجمال، ولا يكاد الزائر يرتوي من جمال الطريق حتى يدخل في نفق آمن ومطمئن يسير تحت الجبال 2600 متر، وهو أطول نفق جبلي في دولة الإمارات والشرق الأوسط، صنعته يد الإرادة والعزيمة ليكون خير معين على اختصار المسافة والزمن لمن أراد زيارة تلك المنطقة الساحرة التي كان يستحيل الوصول إليها عندما تهطل الأمطار وتغطي السيول الطرق العديدة قبل أن يأتي النفق ليختصر الرحلة من الشارقة إلى المنطقة من ساعات على الطرق الوعرة وبين الجبال الشاهقة إلى 25 دقيقة، وعلى طريق آمن تكفي للوصول إلى هذه المنطقة الفائقة الجمال التي سماها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وادي الحلو، وهي بهذا الاسم جديرة، فكل ما فيها حلو، وأولها مناخ معتدل صيفا وشتاء، ومياه عذبة تسر الناظرين وتروي ظمأ الشاربين، وعسل يجنى من جبالها فيه شفاء ومنافع للناس، وهو الخارج من بطون نحل يتغذى على الأزهار والأشجار، منها أشجار السدر التي تغطي مساحات شاسعة من أرض الوادي وجباله، وقد بلغ عديدها أكثر من 20,000 شجرة ليرث الأحفاد مهنة الأجداد في جمع العسل الجبلي، وما أنفعها وأجملها من مهنة. يرى الزائر بأم عينيه لدى اقترابه من وادي الحلو اختلاف الطبيعة من حوله، ويشعر ببرودة الطقس وقلة الرطوبة، وهو يسير بأمان وسلام في طريق طويل بين الجبال الشامخة صعودا وهبوطا، ويمر بمنحنيات وتعرجات تزيد السفر بهجة ومتعة. وأول مشهد يستقبل الزائر سور جميل على جانبي الطريق يمتد على مرمى البصر، ولا يكاد ينتهي السور حتى يشد البصر بناء أبيض على شكل قلعة أو حصن تزينه زخارف شرقية، ويتربع على قمة هضبة عالية، وليس ببعيد عنها تتجلى للناظر المباني الحكومية في الجهة اليمنى من الطريق، يقابلها من الجهة الأخرى
جدار حجري شاهق الارتفاع، بني بأسلوب المدرجات ضمن مخطط حماية المنطقة من غدر انهيار الصخور الجبلية في موسم الأمطار. وإن وصل الزائر إلى مبنى مكتبة وادي الحلو العام، يسمع صوت خرير الماء من شلال ينحدر من صخور سوداء أعلى الجدار ترتفع 42 متراً بجانب الطريق. تقع منطقة وادي الحلو بين الجبال الممتدة بين مدينة كلباء ومنطقة حتى، وتبعد 75 كيلومترا عن مدينة كلباء. يسقي المنطقة وادي الحلو، وهو المصدر الأول للمياه. يعينه على ذلك وادي العجيلي، فيرتوي الناس وتسقى المزارع المرتاحة بين جبال المشجاع والتويب والأرنبة وغلان وفليفل والشعبة والشيا واليانيز والروع والسيلة. وهذه أسماء أطلقها أهل وادي الحلو لارتباطها بأحداث شاهدوها وعاشوها على مر السنين. ونظراً لعلو هذه الجبال وصلابتها، كانت الرحلة إلى البلدة صعبة قبل عام 2000، فجاء نفق كلباء وادي الحلو ليذلل وعورة الطريق ويسهل الوصول إليها باختراقه الجبال الممتدة بين وادي المضيق ووادي الجليعي، مختصراً زمن الرحلة إلى 20 دقيقة. يصل الزائر في نهايتها إلى أرض خصبة بين الجبال ذات ينابيع رقراقة تفيض بمياه عذبة دفاقة تروي مزارع خضروات تظللها أشجار النخيل والرمان وغيرها كثير من أشجار فواكه، تعيش على مياه ينابيع حلوة لو لم ير الزائر غيرها لكفته وأغنته. لكنها مجرد واحدة من نعم الله على وادي الحلو. وعلى طريق الشارقة كلباء تتربع بأمان محمية وادي الحلو الطبيعية على 3 كيلومترات مربعة، تتسلق الجبال تارة وتنحدر مع الوديان تارة أخرى لتحتضن أشجار السدر وتؤوي كثيرا من الطيور والزواحف والقوارض والنحل وأسماك المياه العذبة.
وادي الحلو ليس طبيعة جميلة بجبالها وينابيعها ووديانها ومزارعها وبساتينها فحسب، فهي بلدة جميلة أيضا بما تنعم به المدن العصرية من مباني رائعة وخدمات متطورة قل نظيرها في قرى المنطقة والعالم. حتى ثمانينيات القرن الماضي كانت منطقة شبه معزولة عن محيطها الجغرافي لوعورة أرضها الواقعة بين الوديان والجبال الأكثر ارتفاعاً من سلسلة الجبال السوداء في المنطقة الشرقية، حتى امتدت إليها يد العطاء بنهضة عمرانية حضارية في أواخر الثمانينيات، بدأت ببناء 34 مسكناً شعبياً للأهالي، وازدادت يد العطاء سخاءً عام 1995 بشق الطرق الحديثة والأنفاق وبناء جسور تربطها بمحيطها، ثم بنيت مئات المساكن الحديثة لأهلها، يتبعها مجمع سكني جديد لأهالي المنطقة، وأنشئت مكاتب الدوائر الخدمية الحكومية، وأقيمت منشآت رياضية وصحية وأمنية ومدارس وأندية جعلت الحياة في بطن الوادي رمزاً للسعادة والرفاهية بعد ترويض الجبال والوديان والفيضانات وتطويعها لخدمة أهل المنطقة وراحتهم. وادي الحلو مثال فريد لبلدة تجمع التاريخ والتراث وأصالة الماضي بحداثة ونهضة عمرانية إنسانية يزينها جميعا جمال طبيعي من صنع خالق يدهش إذا أعطى، فاستودعها أحضان جبال شاهقة لا تلين، ثم أنزل إليها رزقها وسقاها بماء السماء وفجر أرضها وجبالها عيوناً حلوة عذبة أنبتت من كل الثمرات والرياحين رزقاً لأهلها، وسخر لها رجالاً خلقوا للخير والعطاء، وأصبحت الجنة جنتين، جنة الخضرة والماء والجمال الرباني وجنة البناء والعمران، وكلاهما مقصد للسياح القادمين من جميع أرجاء دولة الإمارات وغيرها من دول العالم ليروا طبيعة فريدة تسحر الألباب، وليكونوا شهوداً على ما تفعله الأيدي البيضاء إذا أخلصت النية وتسلحت بعزيمة وإيمان، ولو كان الخصم جبالاً عنيدة عصية لا تلين. تضافرت الجهود وتوجهت الأعين، عين على صون وادي الحلو وحياته البرية والجبلية وطبيعتها الساحرة ومكنوناته، وأخرى على راحة أهل الوادي وإسعادهم بحياة عصرية عز نظيرها في مثل هذه البلدات الجبلية. وإن كانت بلدة وادي الحلو قد أخذت اسمها من عذوبة ينابيعها، فهي وادي الحلو أيضاً لحلاوة العيش في أحضانها، في مساكنها الجميلة ووديانها وبساتينها ومزارعها التي لا تفارقها الخضرة والجمال،
في كل الفصول والأيام. وفضلاً عن الخضرة الطبيعية، تعمل أيادي الخير على نشر المسطحات الخضراء المزينة بأشجار النخيل والسدر والأزهار، وتوسيعها لتصل إلى كل أرجاء الوادي. وبالرغم من أنها تعيش حضارة عصرية مفعمة بالسعادة والراحة والرفاهية، لا تنسى منطقة وادي الحلو ماضيها الممتد آلاف السنين في عمق التاريخ، فحجارته تنطق برسوماتها بلسان الماضي العريق، وتخبرنا بأن عمر المنطقة أكثر من 5000 سنة. انتهت زيارتنا لوادي الحلو، ولم ينتهي حديثنا عن حسنها وجمالها وسحرها، فالمقام لا يتسع لذكر ماضيها المجيد وحاضرها الفريد. وأملنا في عودة نكمل فيها قصة بلدة روضت الجبال الشاهقة والوديان العارمة، فعاشت بأمن وسلام ورخاء ووئام. ومن حيث أتينا نعود من النفق الذي قرب المسافات وقصر الزمن وبدد المشقة والعناء، وأتى بالأمن والراحة للأهل والزوار. أفلت شمسنا ومن طبعها أفول، ولولاه ما شدت للوداع رحال. هذا يومنا بين شوق ولقاء يليه، وإن طال أجل لا بد ترحال. يمر الزمان بنا ونمر به، ولا يبقى منه إلا أطياف وآمال. فيا سعد من زار وادي الحلو، كم رأى حسنا وسره الحال. جبال تدعوه وواد ينادي، هلم إلينا فأنت ونحن الأهل والآل.